إذن تحية لكل طنجة والصديق مصطفى يحضر هذا اليوم. كيف بدت لك مرتي الطنجاوي خويا؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا واحد مواطن مغربي طنجاوي، جينا المرتي هنا البارح بالليل، فهمتي؟ يا تفضل. مع ديك 12 الليل المهم جيت من هنايا كنفتش على المبيت، ما جبرناش المبيت، كيكريو عين البنات، عين البنات ديال الزنقة. مين جيت لي أنا في 2 الليل وفيا النعاس، مشيت للوطيلة كنفتش، كيقولوا طلبوا لنا 200 درهم 300 درهم وسكيرية ولا كتجبر خانة وخيتي داخلين، فهمتي؟ دعارة للوطي الدعارة، يكريو لهم 550 درهم في الزيرو، وأنا بوحدي مواطن جيت هنا على الشغل ديالي على حساب، فهمتي؟ واحد المبادرة قمنا بها. جينا هنا ما جبرناش حتى المبي، وفي نفس الوقت جبرنا، فهمتي؟ هذا واحد الشهاده التقديريه صبرناها، فهمتي؟ وفي نفس الوقت ملي كنت كندور هنايا بغاو يتعرفوا لنا، هنايا كاين فساد هنايا بزاف، بغاو يتعرفوا لنا بالمواج، بغاو يديو لي التليفون، فهمتي؟ ايوا واش ماشي نقول لك. اذا خويا قول لي، ملي كيجيو العائلات هنايا كيوقع صدمه، كتجي الناس مع العائلات ديالها والاسر ديالها والبنات ديالها المرتيل، فكيوجدوا عاصمه الدعاره وعاصمه المخدرات القويه. شنو الرسالة ديالك اللي غادي يجي لمرتيل؟ والرسالة ديالي اللي عايز مرتيل، راهو ماشي الرسالة ديالي تفضل. اللي عايز مرتيل من الأحسن يكون زعما هنايا ما كيجيوش الناس محترمين، اللي عايز محترم هنايا عندي واحد النظرة خايبة، فهمتي؟ وفي نفس الوقت ما يكونش واحد التزام عائلي، علاش هنايا بقوة الفساد بزاف، بنات معريين، دعارة، شراب، داكشي، الله أكبر، فهمتي؟ لازم العائلة محترمة، ما يمكنش تمشي في صدر الجو هذا وعاد تمتع، رغم احنا عندنا أماكن سياحية نظيفة، وإنما بعض الناس ما كي فهمتي ما كيقوم ما كيقدروش هذه المناظر هذه، وحتى المسؤولين ما كيقوموش بالواجب ديالهم على 100%، فهمتي؟ كيمشيو حتى هما كيفتشوا على المهم كنا كتعرف على نصيبهم من الأموال، على راهما كاع ما كي مهم ما كيقوموش بالواجب ديالهم على 100%، ولهذا انا مواطن مغربي غيور غيور على ديالي، وكنتمنى بلي ديالي تقدم ودينا قدام، ما تبقاش مشى في هذه المسيره هذه، راه المسيره هذه كتؤدي بها الى الهويه، فهمتي؟ والسياح ديالنا اللي حنا خاصنا في 2010 يكون عندنا من 10 مليون سائح، كنظن وقيله بهذه المناظر هذه اللي يكون ما نعرف ما نضمنش، وانما خاصنا فهمتي نقوموا بالبلاد والسلطه عاود تقوم بالواجب ديالها، فهمتي؟ داك الشيء فهمتي باش كنعطيو النظريه، كنعطيو واحد المنظر واحد الجماليه للبلاد ديالنا، ما اذا بقى هيدا الفاشل غنكونو شي وصا من واحد النتيجه مزيان. صحيح الطنجاوي اخويا، 10 المليون مالك جاتك بزاف، نقدروا نوصلوا 10 المليون في المغرب، واكيد سنصلوها. و10 المليون راها 10 المليون عاهره، 10 المليون امبراطور مخدرات، 10 المليون مجرم في المغرب، لكل العائلات والاسر المحترمه. تفادي مرتيل في الصيف فيها يقع الاجرام وفيها جرائم الاخلال بالحياء العلني، وما يجهله باشا مرتيل ورئيس بلديه مرتيل هو ان الاصلاح الاخلاقي والاحترام لارباب للعائلات والاسر الذين يحلون مع ضيوفهم الخزي والعار، لكل اصدقاء الصهيونيه هنا بمرتيل الذين يروجون للدعاره وتبييض الاموال والمخدرات والمخدرات القويه واغتصاب القاصرات. كريمة بمرتيل مجموعة من كيراء دور خاصة بالدعارة في فصل الشتاء، والتي تستغل تستغل أحيانا السياحة الجنسية كما تلاحظون هنا. سيارة لأحد رجال الأمن بمفوضية مرتيل، والذي بدوره يقوم بكراء شقق معدة للدعارة خصوصا الطالبات، وأحيانا كراء البعض بما يسمى الحراقة. هذا الحي اللي هو معروف بلادتي تعرف واحد الطاهرة منتشرة بزاف، وواحد الطاهرة اللي هي قبيحة وكتضرب بالمصلحة ديال البلاد.
إذا فعلا صدقت هنا بمرتي لا دور بالتأمير من أجل الدهرة من أجل اقتصاد القاصرات والسياحة الهندية غير القاصرة. إذا الجديد جديد اليوتيوب الصحفي هنا مرتيل، كل الفساد وكل الخراب في مرتيل ورسائل الأسر والعائلات المحافظة تفادي مرتيل في الصيف. يحضر رفيق المناظم محمد بن عيسى مدير جريدة كواليس ورئيس غاليسة بمرتيل، ما كلمتك وأنت تشهد كل الفساد الأخلاقي بمرتيل؟ اولا ظاهره لكي نتكلم عن ظاهره فساد اخلاقي لابد لنا ان نتكلم عن ظاهره الدعاره، يعني بالضبط يعني ظاهره الدعاره في مدينه مرتين، وهي ظاهره ينذر له الجبين خصوصا امام استفهالها بشكل كبير. والخطر في هذه الظاهره هو التحكم بعض العناصر الامنيه في مفوضيه خطه مرتين بهذه الظاهره عن طريق مجموعه من الشبكات على مستوى مجموعه من المراكز والاحياء، وهي المعروفة لدى العادي والبادي. هم بين المراكز المعروفة بمدينة مرسين وتوجد فيها شبكات منظمة للدعارة واستغلال الفتيات سواء القاصرة واستغلال الظروف المعيشية الصعبة التي يجتازها المغرب في هذه المرحلة. هناك على مستوى مدينة على مستوى سيتي جردان المركز، يعني هذه المدينة مدينة الحدائق، هناك شبكات على مستوى هذه المركز الشبكات المنظمة. هناك في مدينة كابونيغرو في القرية السياحية كابونيغرو هناك شبكات أخرى كذلك على مستوى حي كريمة. أما ما نلاحظه ونراه على مستوى الشارع فهي تبقى ظاهرة، يعني تبقى ظواهر متناثرة. والخطير أنا أتكلم عن الخطير والخطير في الأمر هي ظاهرة الدعارة عن طريق الشبكات المنظمة تتحكم فيها جهات ولوبيات يعني تدر عليها مداخل مالية كبيرة. وما علامات البطخ والثراء التي تظهر على بعض العناصر الأمنية المفوضية شرطة مرتين إلا الدليل على ما نقوله، خصوصا أن بعض العناصر يعني لديها منازل وتتحكم في دور وفي منازل. بالتالي وهذا لا يمكن أن يستثني أن هناك بعض العناصر الشريفة داخل مفوضية شرطة مرتين التي تحاول جاهدة أن تقطع وراء هذا الفساد الذي طغى على السطح وأصبح حديث العام والخاص. إذا وفي الدستور تجد الدين الإسلامي دين الدولة، دين المملكة الإسلام، كيف تقرأ السكوت عن إهانة المقدسات، إهانة الدين الإسلامي خاصة هنا في مرتين يحكم حزب سياسي إسلامي، حزب العدالة والتنمية؟ لا أتحدث عن أحداث سياسية، لا يمكن الحديث عن أحداث سياسية وموقف ديالنا الظاهرة، بل يمكن أن أتحدث عن الشارع المرتيني وكيف يرى هذه الظاهرة. هذه الظاهرة لا تزيد من بعض الأطراف والجهات إلا أن تغذي التطرف الديني لدى بعض الشباب عن طريق يعني زرع بعض الأفكار السوداوية. بالتالي على الجهات المختصة في هذا الميدان أن تتدخل يعني بشكل عاجل من أجل وقف ظاهرة الفساد الأخلاقي المنظم، يعني أتحدث عن الفساد الأخلاقي المنظم عن طريق الضرب بيد من حديد عن طريق العناصر المتورطة في شبكات الدعارة وهي معروفة لدى الجميع. تحية عالية لك أبو أحمد بن عيسى المدير الصحفي في الجريدة الورقية كواليس، وكذلك المدير الصحفي في النقابة الوطنية للصحافة الإلكترونية وجمعية المدونين المغاربة دائما مناضلة. إذا هنا سيتي جردان، هنا يقطن القضاة وكبار ضباط البوليس المغربي، هنا سيتي جردان، هنا الفساد، هنا الدعارة، وهنا الشدود كذلك. دعوة عامة لكل الأسر المحترمة لتفادي مثل هذه الإقامات. هي اليوم غنات في حال انت وصلت في